أنا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي. نقول لكم أسعد الله صباحكم ونهاية أسبوع موفقة بإذن الله. كنتمنى أن من المتابعين ديالنا أنهم يأكدوا لنا بأن الصوت عندكم مسموع وواضح قبل ما نطلقوا اللايف ديالنا. مساء الخير عليكم، عفوا صباح الخير عليكم الإخوان، أكدوا لنا يا إخوان أن الصوت مسموع. السلام عليكم أستاذ الحافظ، مرحبا. مسموع إذا هشام، شكرا لكم، شكرا لكم متابعينا. إذا حنا حاليا في مدينة أسفي في الضيافة عند منزل واحد الأسرة، أحد الأحياء الشعبية شمال مدينة أسفي، اللي غتحكي لكم هاد السيدة عن ظروف ديال واحد المشكل واجهتها، واجهها هو هي والأسرة ديالها، الإخوان ديالها وليداتها، تعيش حاليا على حسب الوصف ديالها وعلى حسب التعبير ديالها ظروف جد قاهرة، أنها كتحس أنها مهددة في السلامة الجسدية ديالها، بالإضافة للسلامة ديالها النفسية. ما بقاش قادرة أنها تخرج من دارها تخوفا أنها يوقع لها موقع خوتها ولولادها، أنهم كاملين مضروبين، كل شيء مهرس، هل اللي مشات ليه ودن، هل اللي مشات ليه إيد. إذا من التفاصيل غتكون خطيرة، ركزوا مع هذه القصة هذه واسمعوها، وكنتمنى أن يكون تفاعل ديالكم معها باش تقدر أنها تلقى حل المشكل ديالها. السلام عليكم السلام عليكم، أنا هدى من أسفي، هدى، شحال في عمرك؟ في عمري زيد 85. 85. انت قلتي عندك وليد مع الزوج الاول اللي توفى، عندي وليد مع الزوج ديالي اللي توفى، خلى لي ولدي عنده 4 سنين، الله يرحمه مات الله الله يرحمه. يرحمه. تزوجتي من موراها؟ تزوجت موراها، ولدت 4 بنيات ووليد. 4 بنيات وليد، عندك 6 الوليدات في المجموع، عندك 6 الوليد. عايشة هنا مع دار والدك ولا لا، دارك؟ ساكنة في دار ناسي مع دار ناسك راجلي. مع راجلك. عاودي لنا هدى، شنو هو هذا المشكل هذا اللي وقع، وكيفاش تبدا هذا المشكل، كيفاش توليتو في هذه الدمايات هذه وهذه الحاله لا اله الا الله بحال هكا؟ اش غنعاود لك اخويا، هاد الناس جيراننا تخاصموا مع اخويا الصغير، دار شقه طبيه، تخاصموا مع ضربوه بموس، داروا عليه بجوج، كانوا مدابزين، ضربوا دابزوا بجوج. بجوج، لا هما جوج خوت وخويا بوحده، شحال في خويا عمر عزيز اخوك؟ خويا في عمره 24. شنو السبب ديال هذا؟ انا حيت دابا كتبان لي السبب ديال المشكل انطلق من هذا المشكل هذا، هاد اذا المشكل، من المناقشه وليتو في لا الدمايات هذه ثلاث هاد سنين المشكل داز خويا ديز من جا عندي يجيب لي شي سخرة، تيتلاقى مع هاد جوج، قال لي عطينا كار، قال لي ما عنديش، جبتي جنويتك ضربتي الكتفه، حنا مشينا للمخزن درنا شهادة طبية، جا خويا من البحر، من جا خويا من البحر زعما كان عارفهم جيراننا، مشى عندهم قال لي فلان وفلان انتوما حشومه، درت لخويا الصغير بحال هكاك ودورتو بجوج وضربتو وداكشي، قال لي لا ما دورناش داكشي، قعدو نهار في الليل مع جوج تاع الليل خويا غادي للبحر، تلقيتو ليه، تنسمع انا ناعسه هنا، تنسمع واحد يدق عليا تيقول لي عندك اخوك تلقاي، ما تلقاي الخرج اللي خرج، لقيت خويا صافي، ما خلوش فيه ما يصلح، هذا هو الاخ اللي قلتيه مش هذا قطعوا ليه قتلوا ودنيه. لي ودني، هرسوه من يدي شهاده طبيه، دار الحديد في يدو شهاده طبيه فيها 80 يوم تشدو 4 شهور، خرجوا مني، خرجوا تحكموا جيتو باربعة شهور. باربعة شهور. واخا دابا اول سؤال بعدا بغيت نسولك، واش شي اخ من خوتك عنده الصوابع؟ لا ولادك مشدود فايت من عنده، عندهم الا خو صوابع؟ الا خويا الا خويا اللي جروا معاه مني مؤخرا، من جاي يجمع لينا بالسيوفه، مني ضربت يمسكن في راسو داكشي، وانا تنقسم والله، انا غنمشي معاك دقه دقه، غنمشي معاك دقه دقه باش نفهموا كاملين، هاد الناس يفهموا معانا. اقسم اذا بالله خوتك ما عندهمش، ما كانوش عندهم صوابق لا قبل ما يبدا هذا النشاب مع هاد لا الاسره؟ وليداتك ما عندهم صوابق؟ لا، ولادي باقينا صغار، وليداتك ولدي باقينا يلا صغار. درت لي لاكارت اللي ضرب، يلا درت لي هاد العام لاكارت، ضرب هو قاصر، تيحضر في المحكمه هو قاصر، واخا كملي ليا.
مني ضربوا ضربوا الاخ ديالك وغادي الخدمه ضربوا الاخ آه ضربوا في الليل دابا ضربوا الاخ ديالك الكبير هادو جوج ضربوا جوج كملي لينا جوج هزي لها راه ود داكشي وماس اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله الودنين تقطعوا الراس شي سته ثقبات ولا سبعه اللي دار عمليه الحديد شهاده طبيه فيها 80 يوم تحكموا باربعه شهور خرجوا ملي خرجوا جابوا وحده تتشهد بان خويا ما مضروبش هنا مضروب في بلاصه اخرى هادشي علاش هما تحكموا بربع شهور حيت كانت الشهاده كتقول ما كانش وهاد الشهاده عندنا الفيديو ديالها بانها تتقول لك انا ماشي حتى حاجه انا ماشي حتى حاجه ودابا متابعه قانونيا دابا نيت راه دايه وتابعه قانونيا لان عندي تسجيلات كل شيء حتى هي ما نسمحلاش لان هاد المشكل كنت حكموا المره الاولى هاد الناس ما غيسيبوش علينا هاد الناس بحال حقرونا انا عندي دابا اقسم بالله العلي العظيم وهادشي اللي تنقول لكم ما فيش كذوب راه يخرجوا يسولوا لقاو فيه شي حاجه كذوب يحكموا باش بغاو انا دابا قبل من العيد الكبير دابا عامين تمشيش للسوق ويجي يسولوا عليا السوق حدايا باش غنتقدى لولادي ما ياكلوا داكشي ما تمشيش لان ما تمشي للسوق تلقى عائلته كامله واقفه واقف معاهم حتى هو تيبرك يضرب فيا في الزنقه والناس يشوفوا اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله واخا ضربوا الاخ ديالك الثاني مشيتي درتي الشكايه تعداو عليك عاوتاني تعداو لا درت شكايه ضرب هو ضربتي ايدك قلتي لي بخويا رسني من صبعي دخل هو خويا الحبس حنا ما دخلوا الحبس دوزوا الحبس خرجتي تاني ملي خرجتي جيتي اخوك الصغير خسرتي لي ولدي الصغير في العيد الكبير نهار ثالث هذا العيد الكبير هذا لا اللي قبل منه اللي قبل منه هربان 8 شهور هو هربان 8 شهور هو هربان عاد بقيت نتبعه وداكشي عاد شديتو انا شديتو حدا هو الذهب عيط البوليس شدو تحكم بعام في ابتدائيه و20 الف ريال غرامه داز استئناف تحكم بزادو 6 شهور وجوج مليون غرامه انا شوفوا انا المغاربه خوتي المغاربه انا ما بغيتش فلوس ولو هاد الناس تيعطوني حتى 30 مليون ما غيعاودوا ليش وجا ولدي وجا ولدي ما غيتعوضش انا دابا حاليا نتبع لي الدكتور تازي تنحرق لي كل حصه تنحرق لي ب 40 الف ريال انا هاد الناس بغيت منهم ما بغيت حتى حاجه انا بغيت حق انا بغيت المغاربه كاملين يتضامنوا معايا ويوقفوا معايا لان هاد الناس تعدوا عليا بزاف ودابا حاليا بنتي عندها 12 عام والدريه الصغيره عندها 7 سنين حاليا بناتي بربعة تيقول لي غنغتصب منك قدامك تشوفي وانا ديزا ولد البارحتين من الخدمه باقي يلاه جايه هز الساك ديالي وهز واحد الكفيفه بحال هكا هز فيها طابليت فيها بسطامي تنتفاجئ بهم هما سته مع صاحبته وهو ومو اخته وخالاته جوجات تنتفاجئ بهم مخبيين ليا هنا في الدريبه عندي قدام الدار شديتيني حتى من شعري والناس تشوف لا اله الا الله محمد رسول الله شادني تضرب فيا وتقول لي ما غتصوري حتى حاجه شربتي لي حوايجي وسط الزنقه والناس تشوف وتتقول لها امال دي الطابليت دي الطابليت هز الطابليت داتها وليت انا تيضربني بالموس موس كبير موس تاع ذبيحه ضربني نيت على ايديا وتيهز الموس بحال هكا وشاد لي بحال هكا في شعري وتيضرب فيا تيشرد لي في جلابي انا حدي بقات شاده في حوايجي منه تيسليك ليا بحال هكا في حوايجي هاد الناس راه تغاو بزاف والبارح ملي شافوني لحت الفيديو دخلوا بنمره ما دايرينش فيها سميتو المهم انا داكشي صورته غنتابعو قانونيا دخلتو تتعايرو وتسبو البارح ملي جيت نتفاجئ هو وصاحبو حباس كان معاه حباس كان معاه جايين هاجمين على الدار عندنا باقي يلاه غيحطني الطاكسي من الخدمه تتبان لي الجوقه صورتهم درت فيديو راه تا هو لحتو في الصفحه ديالي هاد الناس ولينا حنا مع ثلاثه العائله حنا ولينا مع ثلاثه العائله بسببه هو وليت يصيفطهم لينا لانه كانوا هاد الناس كانوا سجناء معاه سجناء معاه في الحبس هو اللي ولا يصيفطهم لينا تيتقرقبوا يسكروا يتموا يجي لنا بمواسم انا تنطالب من خوتي المغاربه يبارطاجوا وبغيت الصوت ديالي يوصل انا الصوت ديالي سمحت في حق ولدي وسمحت في حق خويا وسمحت في حق خويا الكبير وانا حقي ما غنسمحش فيه لان هاد السيد تعدى عليا وتكفص عليا وولدي راجل وباب كيسد ليا في حوايج بزاف والناس تشوف فيا انا ما بغيت حتى حاجه انا بغيت عنجله تخرج من اي بلاصه وتنطالب السيد الحموشي يشوف من حالي ويشوف هادشي اللي واقع ليا لان ولا الظلم هذا ولا الظلم انا دابا حاليا ما تمشي السوق ما تنتقداش ما تنخرجش الزنقه ولدي ولي بارحتي اقسم بالله العلي العظيم ولدي الصغير مسكين غادي يجي معاك كتاب باش يكتب الدور الزيوله دابا انا ولدي محبوس من المدرسه قال لي رجع اود الفعل اود التركه بلا ما
بركي خسر معاه الهضره. ولدي مسكين خاف ورجع، خسرتي لي ولدي اش بغيتي عندي؟ انا اش دايره ليك؟ انا بغيت حق، ما بغيت حتى حاجه. انا هاد الناس بغيت منهم حقي نشدو. هادو هما المطالب فقط. هادشي اللي تنطلب، انا تنطلب حقي. وهاد الناس هاد المغاربه يتعاطفوا معايا والصوت ديالي يوصل، لان ولينا مع ثلاثه العصابات. لان في تهديد وليت انا بناتي تا هما غيتغتصبوا، ولا عادوا بناتي انا يتغتصبوا. اللهم نزلوا نطلع انا وياهم فوق من الدار ونتلاح انا وياهم، لانه تيقول لي شوفي غيتغتصبوا بناتك وبناتي صغار. انا تنطالب السيد الحموشي صيفط الرجال ديولو ويبحثوا في هادشي، لقاوني تا انا ظالمه، وبان تا انا تعديت عليهم، تا انا تكرفصت عليهم ولا عيرتهم ولا سبيتهم ولا تجو نهجموا عليهم، تا حنا يحكموا علينا باش بغاو. انا تنطالبها بحق. اذا درتي الشكايه ديالك في هاد الاعتداء، السرقه اللي وقعت لك الاخرى؟ اه هو البارح قلتي درتها، هو البارح درتها في الكوميساريه، هو في الليل وداوني البوليس. البوليس داوني السبيطار داويت وداكشي. مشيتي مضروبه وريتي نطقه في يديك وكتفها كامل مضروب. كتفي وهذا الشيء بلا ما انا، هذا الشيء كله زرق وهذا الشيء كله زرق. واش غنقول لك؟ يعني تعدى عليا، اش غنقول لك؟ بغيت الله ياخذ لي حقي فيهم. انا هذا الشيء اللي تنطالب، الله ياخذ لي حقي فيهم. اذا المتابعين ديالنا والمتابعات الكرام، كنتمنوا انه يكون التدخل ولو طفيف من طرفكم، انكم تعملوا فقط البارطاج الاخوان الحاله ديال هدى عندنا من مدينه اسفي، بارطاجيو معها. هذا هو اقل تضامن تقدروا ديروه مع هدى في هذه المرحله اللي هي كتعيش فيها، وهذه الحاله اللي كتعيش فيها، والوضعيه اللي كتعيش فيها. صعيب انك فاش كتولي انت عندك مفهوم، انك تطبق عليك الحراسه النظريه في وسط دارك، انك ما تخرج، تولي عندك الحجز الاجباري، انك وليتي خايف انك تخرج من دارك. هذه مساله جد صعبه. كنتمنوا انه فعلا تفتح تحقيق اللي يبين في نهايه المطاف على شكون الظالم وشكون المظلوم، وبناء عليه يتخذوا التدابير والاجراءات القانونيه، وكل واحد ياخذ الجزاء. شي كلمه اخيره هدى بغيتي تقولها قبل ما نساليو معك اللايف؟ الكلمه الاخرى اللي بغيت نقول خوتي المغاربه، بارطاجو. وانا هذا الشيء كله اللي بغيت، هذا الشيء ما خرجت بفيديو، توصلت لي الجنوي العظام، عاد خرجت بفيديو، لان هذا الشيء كله هاد الناس طغاو علينا بزاف. ما عرفناش هاد الناس ولاو معهم حباسات هما تيجي يجمعوا علينا باش يوسخوا خوتنا. قالت لي ولدها دخل الحبس، خاص خوتنا يدخلوا الحبس. حنا ولدك راه دار، علاش دخل الحبس؟ راه دار، راه خسرتي ايتيم. ايتيم قال لك لما لقيتي ما تعطيه دور لك، دور ايدك على راسو، انت خسرتي لي وجهه. وهذا الشيء انا هذا الشيء تبعت القانون، قلت ولو تخسر لي ولدي ما مشيت ليهم، ما جبت عليهم والو، وليت انا مخسر لي ولدي وخوتي مكفسين، وانا مكفسه، وانا مش رقي الحوايج الزنقه. انا تنطالب من خوتي المغاربه يبارطاجوا، هذا هو اللي تنطالب منه. الصوت ديالي وصل وصافي.